السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في محلكم وقناتكم وصفحتكم أثاث ثقة. اليوم ماشي في المحل اللي اعتدتونا فيه، رانا في المحل الجديد كل سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، اليوم رانا في منطقة عرض ولا قاعة عرض تاع محل الثقة. واش من رقم؟ رقم 3. بإذن الله ربي وفقنا وفتحنا لكم 3 طروا شيروم خوتنا، فتحنا لكم طروا شيروم، هذا شيروم نيميرو 3 بإذن الله فتحناها اليوم خوتنا، يعني غدا بإذن الله حيكون الافتتاح الرسمي تاع الشيروم. بمناسبة هذا الافتتاح ضمن لكم مفاجأة كبيرة خوتنا، معليش نضربوا طلة على الشيروم تاعنا كيفاش مخدوم. كان حاجة مهمة مفاجأة خير منهم كاع، نرحبوا بعودة خونا وليد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خاوتنا، توحشناكم. لاباس مني واش راك؟ لاباسك مليح؟ عودة خونا وليد. خاوتنا توحشناكم، وأثاث ثقة دائما راهي متواجدة باش تعاونكم، وراكم تشوفوا احنا نخدموا ومرحبا بكم في أي وقت. إن شاء الله خاوتنا هذا هو شهروم رقم 3 تاع محل أثاث ثقة، كما راكم تشوفوا خدمة الله يبارك عبد الرزاق، خدمة ما شاء الله، ماهوش بعيد على الشروم الرئيسي تاعنا. خوتنا باش نتفاهموا باللي هذا الشروم ما راهوش بعيد على الشروم الرئيسي تاع أثاث ثقة خوتنا، هذا الشروم راح يكون لكم سبيسيالمون، يعني ما بالزبائن كي يجوا لهنا راح يشوفوا البرودوي تاعهم بيان، باغ اكزومبل نقربوا لهم الصورة تاعهم تاع البرودوي تاعهم للزبائن. خوتنا دوك واش نديروا؟ دوك نروحوا للشروم الرئيسي تاعنا ونقول لكم المفاجأة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة من الشروم الرئيسي تاع محل أثاث ثقة، هذا هو الشروم الرئيسي خوتنا، رانا موجي لكم مفاجأة عظيمة خويا عبد الرزاق، مفاجأة قوة. كما قلنا لكم درنا لكم مفاجأة عظيمة خوتنا، واللي هي دي برومو بمناسبة افتتاح شروم رقم 3 اللي شفتوه مقبلات خوتنا. بمناسبة افتتاح شروم رقم 3 درنا لكم دي بروموسيون على كامل لي زارتيكل ولا اغلب لي زارتيكل اللي راهم هنا في محل أثاث ثقة. مثلا درنا لكم برومو على الصالون ال ليون خوتنا، نقول لكم خوتنا بعد ما كان 13 مليون 800 الان راهو 11 مليون 800، 11 مليون 800 خوتنا. كذلك درنا لكم دي برومو على لي شومبر، درنا لكم دي برومو على لو صالون ليف اخويا ولا لو صالون فيتو، بعد ما كان 14 مليون 800 راهو ب 12 مليون 800 خوتنا. كذلك درنا لكم تخفيض يعني على لو صالون دي جرافي خوتنا، بعد ما كان 14 مليون 800 راهو 12 مليون 800 خوتنا، راهو 12 مليون 800. عبد الرزاق درنا لهم كذلك تخفيضات على لو صالون اكس اس خويا العزيز، بعد ما كان عبد الرزاق وحبي لو صالون اكس اس، بعد ما كان 13 800 خوتنا هاليك شطبناها ودرناها لكم ب 11 مليون 800. دوك نقلوها في لي شوم خوتنا، لا شومبر هذه بعد ما كانت 20 800 اون بو ات راهي 18 مليون 500. اروح اللهم اون بو ات خويا، كان اون بو ات هذه بعد ما كانت 20 800 راهي 19 500، حاجه ما شاء الله خوتنا. وهذه كذلك بعد ما كانت 20 800 راهي ب 19 500 خوتنا، 19 مليون و500. يا سليم هذوما ماشي غير في البث المباشر كما كنا نقول لهم. عبد الرزاق هذا التخفيضات راهي من لو 4 حتى لو 11، يعني ابتداء من اليوم حتى للاسبوع القادم، معناتها من لو 4 حتى لو 11، يعني عندكم 7 ايام في يديكم خوتنا، هذا التخفيضات تدوم 7 ايام، اليوم لو 4 حتى لو 11 باذن الله. عبد الرزاق نزيد نور لهم لا شومبر هذه، بعد ما كانت 20 800 راهي ب 19 500 اون بوا اتر خوتنا، اون بوا اتر حاجة ما شاء الله، الاتر ماسيف حاجة الله يبارك خوتنا، حاجة ما شاء الله. كذلك لا شومبر وراهي لا شومبر بيسو خوتنا،
عليكم بعد ما كانت 12800 راهي ب 9800 سلعة قاطعة خوتنا سلعة الله يبارك ما شاء الله كذلك لا شومبر هذه في لا كولور بلونش بعد ما كانت 14800 راهي ب 12800 كذلك لا شومبر القلعة لا شومبر القلعة خوتنا بسم الله على بركة الله هاي ليكم بعد ما كانت 16800 عبد الرزاق هذه بعد ما كانت 16800 خويا العزيز بعد ما كانت 16800 راهي 14800 برك 14800 زايد النقل والتركيب مجانا عبر كامل ربوع الوطن عبد الرزاق هذه التخفيضات خويا العزيز كما قلنا لكم الدوم مدة اسبوع تبدا ملوكات يعني ابتداء من اليوم حتى لونس خوتنا بمناسبة افتتاح الشوروم الجديد شوروم رقم 3 تاع محل اثاثيقة غادا بإذن الله نفتح لكم الشوروم يعني غادا يكون افتتاح تاع الشوروم عبد الرزاق تفضل خالتي ماشي غير واش ورينا لكم كاين لي بروموسيون شوروم كومبلي راهو فيه لي بروموسيون خوتنا لي صالون كلش خوتنا وماشي غير في البث المباشر كما عودناكم يعني مام الناس اللي رايحين يجونا للمحل رايحين يستفادوا من التخفيضات خاوتنا لمده اسبوع وبمناسبه وهذا بمناسبه افتتاحنا للشاوروم رقم 3 خاوتي مرحبا بكم ما تضيعوش الفرصه اثاثيقه دائما بكم متالقه اثاثيقه تسعى لسنه الابتسامه واش بقى نقول لكم تلاقوا في فيديو واحد اخر خاوتنا ما تضيعوش الفرصه سلام